الكرام على هامش انعقاد الدورة العادية لشهر ماي في جلستها الثالثة بعدما تعذر اكتمال النصاب في الجلستين السابقتين. نفاجئ اليوم بحضوري وفي هذه الأثناء لا زالت لم تختتم. نفاجئ اليوم بحضور السي علي الدوي الكاتب الإقليمي لحزب الاستقلال بعمالة بتراب الإقليم سرج أثمرة. دواعي حضوره ومتابعة أشغال هذه الجلسة ذلك ما سيقربنا منهم أكثر. أولا تحية لكم السي الوقيفي. اليوم الحضور ديالنا عادي جدا لأنه أولا نحن أبناء مدينة تمارة ونتابع الشأن المحلي. سمعنا بأنه كاين أزمة من بعد التتبع ديالنا مع واحد المجموعة ديال الإخوان جينا نشوفوا شنو وقع حقيقة. تابعت الأمر دابا جوج النقاط تقريبا أو ثلاثة اللي دازوا وكيترفضوا وكاين وضع في حقيقة وهذه دورة ثالثة. هذا وضع في حقيقة وضع اللي غير مقبول وما كيخصوش في الحقيقة يكون عندنا مجلس مدينة تمارة يمر من هذه الوضعية. يعني الجميع يتحمل المسؤولية فيما يقع لأنه المدينة اليوم هي كتنتظر واحد العدد ديال الأوراق كبيرة في المدينة. من المفروض على أنه يكون واحد ما غنقولش انسجام وإنما يكون واحد النقاش هادي اللي تمر فيه واحد عدد الاتفاقيات اللي محتاجها المدينة. فالوضع غير سليم لأنه كتعرفوا اليوم السلطة المحلية يعني منخرطة بواحد الشكل كبير جدا في مسألة ديال الترحيل ديال قاضيين دور صفيح. وهذا واحد البرنامج كبير جدا يعني كنسمعوا بأنه في أفق 2025 يعني واحد العدد كبير ديال دور صفيح ما غيتبقاش في المدينة. تأهيل ديال شارع الحسن الثاني إلى مدينة من مدينة تمارة إلى مدينة الصخيرات. انطلاق الشطر الثاني في إطار الاتفاقيات اللي كانت ديال شارع طارق بن زياد. يعني كاين واحد العدد ديال الامور اللي كيخص يكون فيه المجلس في واحد الوضعيه اللي كيفكر في التنميه ديال المدينه وكيفكر المساله يعني اللي صعيبه بزاف هي مساله ديال المداخل. تحسين المداخل ديال الجامعه لان المداخل المدينه هي كبيره بمعنى انها ولات محتاجه لواحد الدعم كبير. يعني كيخص المجلس ينكب على مساله ديال المداخل ديال الجامعه. كتعرفوا بانه واحد العدد الاحياء عندنا في المدينه المنازل فيها ما محفظاش وهذا يعني اوتوماتيكيا كينعكس على المداخل ديال المدينه. المشكل ديال الملك العمومي مشكل ديال واحد العدد ديال الاشكالات. المدينه عندنا محتاجه اليوم محتاجه لانها كبرات المدينه وكاين اليوم الشريط ديال طارق بن زياد الفوق ديالو يعني واحد المدينه جديده كدار باقي لحد الان يعني الطرقان ما تفتحتش فيها باقي لحد الان. المرافق الاساسيه اللي كاينه في البلون داميناجمون ما كايناش ومسكوتون عليها. كاين اشكال ديال يعني التوسيع ديال طارق بن زياد والناس اللي باقيين تما ما عرفناش شنو اللي غيدار معاهم. كاينه امور كثيره وعدد من الاسئله اللي كتنتظر يعني الساكنه ديال المدينه الجواب عليها. اما بالنسبه لنا نحن في حزب الاستقلال يعني نحن ملتزمين. النهار الاول كان تحالف ملتزمين التزاما حزبيا وهذا كان معروف دائما على حزب الاستقلال وعلى الاخوه اللي كيتحملوا يعني هذا الانتداب هذا داخل الجماعات الترابيه بصفه عامه يكونون منسجمين مع اولا الالتزام والوفاء لانه ما تعلمناه في حزب الاستقلال هو الالتزام والوفاء والاخلاق اللي ما نوقع عليه. هذا هو حزب الاستقلال. وكنتمنى صراحه كنتمنى انه هذا الوضع يعني يوقع شي انفراج او لا يتم التدخل ديال السيد العامل او بعض النيات الحسنه اللي راه الصدع والجمع هذا اللي سميتو لانه نحترم الجميع بما فيهم رئيس الجماعه وصديق عزيز والاخوه اللي في المعارضه هم اصدقاء اعزاء والاخوه الاخرين كذلك. كنتمنى صراحه لانني كنبغي الخير للمدينه ديالي لان المدينه عشنا فيها وكبرنا فيها وكبرات قدام عينينا. من الصعب على انه انا تألمت جدا صراحه يعني منذ الصباح الى الان لهذا الحاله اللي وصلت ليها الجماعه ديال مدينه تمارة. وكنبغي نشكركم صراحه اللي كتبعوا الشان المحلي بواحد الشكل كبير وشكرا.